تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية بعصرانة المرفق العمومي للتشغيل، قام قطاعنا بتطوير ووضع حيز الخدمة 32 خدمة رقمية عن بعد في مجال التشغيل، تم إدراجها ضمن البوابة القطاعية، منها 24 مدرجة ضمن البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية، أهمها منصة الوسيط أونلاين، تطبيق وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لا نام، نظام الحسابات الكبرى، خدمة الرسائل القصيرة، منصة منحة وغيرها. وهنا يجدر التنويه بأن جميع الحلول الرقمية السالفة الذكر تم تطويرها من طرف شباب وكفاءات وطنية محلية.